علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونفهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. إنه على كل شيء قدير وبجداره جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبذلك توفيق. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول لشرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة في الرواق الجاوي، قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. يتكلم هنا على أبواب أصول الفقه. نحن كنا قد تكلمنا قبل ذلك على أن الأبواب جمع إيه؟ جمع باب. إيش هو الباب؟ قلنا الباب لغة فتحة في جدار يدخل منها ويخرج منها، كالباب الذي أمامنا هذا، سميناه باب لماذا؟ لأنه فتحة في جدار أو فتحة في ساتر، يكون محلا للدخول ويكون محلا للخروج. طيب، هذا الباب ومعناه في اللغة، وما معناه لدينا في الاصطلاح؟ الباب معناه في الاصطلاح اسم لدال جملة من العلم مشتملة على مسائل، على فصول ومسائل غالبا. اسم يعني ايه؟ يعني عالم. علم لإيه؟ علم للألفاظ، علم على الألفاظ. ألفاظ إيه؟ الألفاظ التي هي للمسائل وللفروع. يبقى الباب مسمى إيه يا مشايخ؟ مسمى الألفاظ. الباب مسماه الألفاظ. الألفاظ أنهي؟ قالوا الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة. طب هنا بيقول ايه؟ خلي بالك عشان ده كلام مهم جدا. عايزين نقرأ أصول الفقه بطريقة يعني أسهل من كده مش هتحصل على الدقائق دي. دقائق دي مهمة. يبقى الباب مدلوله الألفاظ، ليست الألفاظ المجردة، وإنما هي الألفاظ الدالة على معاني مخصوصة. فهمنا كده؟ يبقى الأبواب أصلها إيه؟ أصلها الألفاظ. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. يبقى هنا بيقول الألفاظ أقسام الكلام. قال لا، ده ما ينفعش، لأن أقسام الكلام ده معنى. طب والألفاظ؟ قال يبقى هو لابد يبقى فيه مضاف محذوف حتى يصح الإخبار عن الألفاظ بالمعاني. ما هو الألفاظ ما يبقاش خبرها المعاني، اللفظ ده خبره ايه؟ ما ينفعش يبقى خبره المعنى. يبقى لابد حينئذ ان يكون ابواب على حذف مضاف. هيبقى معناها ايه؟ هيبقى معناها ومضمونه. مضمون يعني ايه؟ يعني ما يتضمنه اللفظ، ما تضمنه الفاظ أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص وإلى آخره. ولذلك بعض المحققين يقول بأنه لا بد من المسامحة. يعني إيه مسامحة؟ أن تقدر مضافا محذوفا في المبتدأ، أو أن تقدر مضافا محذوفا في الخبر حتى يصح الإخبار. إيه الكلام الدقيق ده؟ ما دي الصناعة كده.
هو يعني الكلام ده دقيق، لأن الصناعة كده، وتقول أبواب أصول الفقه، تقول مضمون أبواب أصول الفقه ومعاني أبواب أصول الفقه اللي هي إيه؟ اللي هي أقسام الكلام. ما هي معاني الأبواب اللي هي إيه؟ اللي هي أقسام الكلام. مضمون هذه الألفاظ اللي هي أقسام الكلام، مضمونها يعني معاني هذا الكلام، مقاصد هذا الكلام، هي أقسام الكلام، وهي الأمر، وهي وهي وهي. أو إما أن تقول وأبواب أصول الفقه ألفاظ أقسام الكلام، يبقى أخبرت عن اللفظ باللفظ ولم تخبر عن اللفظ بالمعنى ولا المعنى باللفظ، لأن المبتدأ والخبر لابد فيهما من التطابق. لابد فيهما من المطابقة. إذا أخبرنا عن المعنى لابد أن نخبر بشيء يتصف به المبتدأ. قلنا أبواب أصول الفقه، اللي هي أبواب أصول الفقه اللي هي إيه؟ ما احنا قلنا الأبواب اللي هي الألفاظ. يبقى خبرها لازم يبقى إيه مولانا؟ يبقى لفظ كمان. وألفاظ أبواب أصول الفقه، ده معنى الكلام يعني، ألفاظ أقسام الكلام. أو مضمون أبواب أصول الفقه، ما هو مضمون الألفاظ إيه؟ اللي هي أقسام، اللي هو المعنى. كلام ده كلام يعني لطيف، وإن كان كلاما يعني إيه صعبا بعض الشيء. طيب، يبقى لابد كما يقول بعض المحققين، لابد من مسامحة في الطرفين. إما أن تسامح، يعني إيه مسامحة؟ يعني إما أن أقدر شيئا في المبتدأ حتى يصح بحمل الخبر عليه، وإما أن أقدر شيئا في الخبر حتى يصح حمل المبتدأ عليه. يعني ومضمون أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، سليمة. أو وأبواب أصول الفقه ألفاظ أقسام الكلام. إيه الكلام الجميل ده؟ كلام حلو، حلو أوي، وإن شاء الله ربنا يستر عليكم، ما تتجننوش من الكلام ده. قال وأبواب، خلاص احنا عرفنا أبواب أصول الفقه. أصول الفقه هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مسائل، مسائل الفن، مسائل الفن يعني قضاياه الكبرى المبحوث فيها عن أحوال هذا، أحوال هذه المسائل. يعني هو بيتكلم أصول الفقه هنا أراد بها إيه؟ أراد بها مسائل أصول الفقه. ما هي مسائل أصول الفقه؟ اللي هي إيه؟ اللي هي الأمر، واللي هي النهي، واللي هي واللي هي وهكذا. وليس النهي مطلقا، يعني النهي بمعنى التصور والتعريف، لا. أمال أراد بها إيه؟ أراد بها المسائل الكبرى بتاعته، زي مثلا الأمر يفيد الوجوب، زي الأمر يفيد التكرار، الأمر يفيد مثلا الفور، الأمر المعلق بشرط، وهكذا أحكامه. يبقى هنا وأبواب أصول الفقه يعني يا مشايخ، يعني مسائله الكبرى التي يبحث فيها عن أحوال هذه المسائل. زي مثلا الكتاب، ده الكتاب دوت من ضمن مسائل أصول الفقه الكبرى. يبحث في الكتاب عن إيه بقى؟ أهو دي بقى هي ده المسألة. المسألة إن إحنا نبحث عن أحوال الكتاب، حقيقته ومجازه وخصوصه وعمومه ومطلقه ومقيده ومجمله وناسخه ومنسوخه وظاهره ومؤوله ومجمله إلى آخر ما في الباب. يبقى المراد بأبواب أصول الفقه مسائله، مسائله يعني إيه؟ يعني مسائله الكبرى التي يبحث فيها عن أحواله. مثلا الأمر، ما هو الأمر ده أيضا من مسائل الكتاب، يبحث مثلا أو بمفرده يعتبر موضوعا كليا من موضوعات أصول الفقه. إحنا بنبحث في الأمر عن إيه؟ بنبحث في الأمر
عن كونه يفيد الوجوب أو يفيد الند، كونه مثلا يفيد التكرار أو يفيد المرة، كونه يفيد الامتثال، كونه يفيد مثلا الفساد أو يفيد الصحة إلى آخره. يبقى وأبواب أصول الفقه، إيه بقى المراد بأصول الفقه؟ مسائله الكبرى المبحوث عن أحوال هذه المسائل كما مثلنا لكم. قال: أبواب أصول الفقه أقسام الكلام. أقسام الكلام هيتكلم عليها بعد ذلك، وهي أن الكلام يتكون من كذا ويتكون من كذا إلى آخر ما ذكر. لكن هل يا ترى، وهذا هو السؤال، أقسام الكلام من موضوعات ومسائل أصول الفقه؟ لا، ده الوحيد الذي رأيناه وضعها في أصول الفقه وإمام الحرمين، ولم يفعلها غيره. يعني لم نرى أحدا وضع أقسام الكلام في كتب أصول الفقه إلا إمام الحرمين. أنت رأيت حاجة؟ طلعنا البحر المحيط، وطالعنا شروح المنهاج وشروح جمع الجوامع وهكذا، وما هو أكبر من هذا، وما رأينا أحد وضع أقسام الكلام إلا إمام الحرمين. فهل أقسام الكلام من أبواب أصول الفقه؟ لا. وما لماذا وضعها إمام الحرمين هنا؟ قالوا: وضعها مسامحة، يعني من قبيل التغليب، لكنها ليست من مسائل أصول الفقه. قال: أقسام الكلام، وليست هي من مسائل أصول الفقه، وسنتكلم عنها، وأن أقسام الكلام مثلا ما يتضمنه الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام، وأكثر ما يتركب منه الكلام، وهكذا. ده النهاردة كله بحث إيه؟ بحث يشبه الكلام عن البحث النحوي. والأمر، الأمر بالرفع، عطف على أقسام الكلام. يبقى الأمر من أبواب أصول الفقه، من مضمون أبواب أصول الفقه، أو أبواب أصول الفقه ألفاظ الأمر. أنت فاهم معايا كويس وصح. والأمر يعني أيضا سنتكلم على الأمر من حيث يعني تصوره، ثم بعد ذلك نتكلم على أحكامه المختلفة، وهو بحث مهم جدا من المباحث الأصولية التي يحتاج إليها الفقيه، من المباحث المهمة جدا والمنتجة في أصول الفقه. والنهي، ويتكلم كذلك على النهي، عن معنى النهي وعن أحكام النهي إلى آخر ما سنقدمه لكم. ونتكلم كذلك على العام والخاص، يتكلم على معنى العام، ويتكلم على معنى الخاص، ويتكلم على، ولكن خلي بالك إن معنى العام والخاص مش من أبواب أصول الفقه ومسائله وقضاياه الكلية، وإنما هي من تصوراته. قال: والعام والخاص، وأحكام العام والخاص والتخصيص وأنواع المخصصات المتصلة وأنواع المخصصات المنفصلة وأحكامه، والكلام على ذلك يأتي في موضعه. ويذكر فيه، أي في الخاص، ولا يذكر في مجموع الخاص والعام؟ ما هو الباب لإيه؟ الباب للخاص، للعام والخاص. طب هو ذكروا فين؟ قال: هو ذكروا فيه، يعني فين؟ يعني في مجموع الخاص والعام، بمعنى أنه ألحقه به وجعله متعلقا به. ويذكر فيه المطلق والمقيد. طيب، يعني في أثناء الكلام على العام والخاص يتكلم فيه على المطلق والمقيد، وذلك لشدة المناسبة بينهما، يعني لشدة التعلق بين العام
والمطلق وبين الخاص والمقيد. فلما كان بينهما شبها كبيرا تكلم على المطلق والمقيد بعد العام والخاص. وسيأتي التنبيه من الإمام الرملي على سبب وضع المطلق والمقيد بعد العام والخاص. قال لي أنه العام يشابه الخاص، العام يشابه المطلق، لماذا؟ والخاص يشابه المقيد في إيه؟ قال لي أن العام فيه عموم استغراقي والمطلق فيه عموم بدلي شيوعي. مش شيوعي يعني، لا شيوعي يعني ايه؟ يعني مشاع، ها، شائع في جنسه. احتمال تكون الحصة دي او الحصة دي او الحصة دي. مش شيوعي يعني متبع لهذا المذهب. شيوعي يعني بالمعنى اللغوي انه شائع في جنسه. يبقى العام فيه عموم استغراقي، بمعنى انه يستغرق ويتناول كل افراد مسماه. فاذا قلنا جاء طلبة العلم، فهذا اللفظ وهو جاء طلبة العلم يشمل كل طالب دفعة واحد، لان العام هو ايه؟ هو لفظ يستغرق ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. هنتكلم عنه إن شاء الله. لكن عندما أقول الطلبة شمل كل الطلبة مرة واحدة بالحكم وهو الحضور، حضر طلبة العلم قاطبة، يعني حضر كل فرد من أفراد طلبة العلم، لأن العام في قوة قضايا متعددة كما ذكر ذلك يعني إيه العلماء. فإذا قال جاء طلبة العلم يقصد به جاء الطالب الفلاني والطالب العلاني وجاء الطالب الفلتكاني وجاء الطالب وهكذا. وأما المطلق ففيه عموم، ولكنه مش عموم استغراق، ده عموم إيه؟ بيقول عموم بدلي أو شيوعي. شيوعي يعني في جنسه، لأن كل فرد من أفرادي المسمى قد يكون هو الصالح لأن يرد بالحكم. تقول إذا جاءك طالبا فأعطه درهما، لا، إذا جاءك طالبا هتبقى عام، لأنه هو نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فمش هنضرب المثال بدوت. رأيت رجلا، رجلا يعني ما انا ما شفتش كل الرجال، انا شفت رجل يعني واحد، قد يكون هذا هو المراد او هذا هو المراد او هذا هو المراد او هذا هو المراد. رايت طالبا يحضر الدرس، من اللي مرئي؟ يبقى ده عام ولا ايه؟ ده عام، ولكن عموم ايه؟ بدلي. ممكن يكون ده بدل ده وده بدل ده وده بدل ده وهكذا. يبقى شفت ده عام وده عام. طب والمطلق على هذه الحاجة؟ طب والمقيد والخاص؟ قال لأن التخصيص فيه معنى الإخراج. عندما نقول فتحرير رقبة مؤمنة، لما ذكرنا مؤمنة إيه اللي حصل؟ أخرجت غير المؤمنة، أخرجت الكافرة. يبقى المقيد يخرج والتخصيص يخرج، فاتفقا في الإخراج. يبقى بينهم شبه شديد، ولذلك علماءنا وضعوا المطلق والمقيد بعد العام والخاص. يا سلام، يعني هذا يعكس لنا حاجة مهمة جدا أنا بحب أني أنا أتكلم فيها. هي ايه؟ هي ان علماءنا كانوا على قدم وساق، وكانوا على قاعدة الرسوخ، ليس
في تقنين المسائل ولكن في فكرة وضع الباب بعد الباب. يعني كان لديهم معنى وفائدة ونكتة في وضع الأبواب وفي ذكر المسائل، وكأن العلم في رؤوسهم كالسلسلة، كل حلقة متعلقة بالحلقة التي بعدها ومرتبطة بها. وده ناتج منين؟ ناتج من التوفيق الإلهي أولا، وناتج من الإخلاص، وناتج من الممارسة، وناتج من استغلال الأوقات، وناتج من كثرة الدعاء، وناتج من سهر الليالي، وناتج من عدم التكاسل، وناتج من الهمة العالية. ده احنا شكلنا نشتغل آخر الليل. وشوف الأبواب نفسها فكرة. فاللي يقول لنا عنهم خلاف هذا لا نسمع له، لأن من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن لم يدرك فضلهم لم يعي علمهم، ولم يتأثر بمناهجهم، ولم يدرك إخلاصهم، ولم يدرك تضحيتهم. ولذلك المحروم من لم يرى الحقيقة، ما شافش الحقيقة. ولكن احنا شوف قاعدين، كلما بنفهم كلما يزداد هؤلاء في قلوبنا رسوخا وتعمقا، ويزداد وتزداد قلوبنا حبا وشوقا وشغفا بهؤلاء. كلما تفهم كلما تدرك فضله، كلما عقلك ينور كلما تعرف ان لا، ده الجماعه دول ما بيلعبوش، الجماعه دول وراهم توفيق الهي، الجماعه دول، وهكذا. تقرا لغيرهم من البلهاء ولا اي حاجه، اي حاجه في اي حاجه، تحس ان الكلام منقطع اوله عن اخره، ما فيش وحده موضوعيه، ما فيش فكره كليه، وهكذا. يا مولانا ده وضعوا للعلوم مبادئ علشان المسألة ما تبقاش سداح مداح. ووضعوا كمان ده عارف بقى إمام الحرمين عمل حاجة لطيفة جدا في هذا الفصل، هو أنه وضع خريطة. نحن نتكلم بلغة العصر، وضع خريطة لمسائل أصول الفقه الكلية، فهرس داخلي أهو اللي جوه ده، فهرس الكتاب، فهرس كلي، وتحت كل فهرس كلي فهارس جزئي. ايه الجمال ده؟ والمجمل ايضا من مضمون ابواب اصول الفقه المجمل، وسيأتي الكلام على المجمل لغة واصطلاحا ومسائل المجمل، ويأتي الكلام كذلك على المبين لغة واصطلاحا وأحكام المبين. والظاهر والمؤول، ويتكلم على الظاهر ويتكلم كذلك على المؤول. هنا بقى فيه بعض النسخ ما فيهاش المؤول، وبعض النسخ فيها المؤول. لكن شيخنا، أنا بقول شيخنا كده تجاوزا لأننا لم نتلقى عليه العلم، وإنما تلقينا بالسلسلة وقد تصل إليه، مولانا الإمام الرملي شرح على النسخة التي ذكر فيها المؤول. طب والنسخة التي لم يذكر فيها المؤول؟ قالوا هي نسخة صحيحة، لأنه اكتفى على الظاهر، ويكون المراد من الظاهر الظاهر المطلق، لأن الظاهر نوعين: ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل. ظاهر بنفسه اللي هو محتمل أمرين لكنه في أحدهما أرجح من الآخر، اللي هو تقريبا كده بمعنى الظن، يبقى ده ظاهر بنفسه. طب انا عندي ظاهر بالدليل، يعني هو بنفس اللفظ مرجوح لكن الدليل
هو الذي نقله من دائرة مرجوحية إلى دائرة الراجحية، فهو ظاهر بالدليل. زي إيه كده؟ صلوا على سيدنا رسول الله. رأيت أسدا اليوم. الأسد لفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، الكلمة هكذا، إما أن تحتمل حقيقتها وهو الحيوان المفترس عافاكم الله، وإما أن تحتمل المجاز وهو الرجل الشجاع. لكنه عند عدم وجود القرينة اللفظ يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة راجحة والمجاز مرجوح، احتمالية المجاز مرجوح. ولذلك إذا قيل رأيت اليوم أسد، أنت تفهم من هذا أنه رأى أسدا أي حيوانا مفترسا، وتحمل لفظ الأسد على الحيوان المفترس. لكنه عندما يقول لك، لماذا حملته على الحيوان المفترس؟ لأنه هو الراجح ولأنه هو الظاهر ولأن المجاز مرجوح، فهذا ظاهر بنفسه، يعني لا يحتاج إلى دليل خارجي لظهوره، إنما بأصل اللغة هكذا، أن الحقيقة مقدمة على المجاز وأن الحقيقة راجحة وأن المجاز مرجوح. نحن بنطف جبل. لكننا عندما نقول رأيت اليوم أسدا في المعركة يحارب، في المعركة يحارب، دي قرينة ودليل على أن أسد مراد به الرجل الشجاع. يبقى ده مؤول بالإيه؟ مؤول بالدليل، ويسمونه ظاهر بالدليل. فيبقى النسخة التي قيل فيها والظاهر يحمل على الظاهر ولو في الجملة، سواء كان ظاهرا بالدليل أو ظاهرا بنفسه. فالنسخة اللي ما فيهاش والمؤول صحيحة برضك، لأن الظاهر بالدليل ده هو المؤول. والأفعال، ويتكلم في هذا الكتاب المنيف عن أفعال صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا رسول الله، وعما تفيده أفعال صاحب الشريعة. ويتكلم في الكتاب على الناسخ والمنسوخ، وأحكام كل من الناسخ والمنسوخ والنسخ والإجماع، ويتكلم على الإجماع وأنه دليل من أدلة الشرع، وعن أحكام الإجماع وعن أنواع الإجماع والأخبار. يتكلم كذلك عن أخبار سيدنا رسول الله، عن الأخبار مطلقا يعني، وعن الخبر الأحادي والخبر المتواتر والخبر المستفيض وهكذا. لكن هو والإجماع والأخبار، النسخة دي الإجماع والأخبار مش في بعض النسخ، في نسخة المحلي مش في ما فيهاش الأخبار، الإجماع والأخبار، وإنما الإجماع والأخبار من زيادة الشيخ المحلي. معك حاجة؟ طب هات يلا. معكش شروح تانية؟ كأنه موجود. ها يلا. انت جبتها منين؟ من المخطوط؟ بص، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع. لا طب ثواني، عشان أنا معايا هو الشرح الصغير، الشرح الكبير لابن قاسم.
ده مجلدين مش مجلد واحد، بس ابعدوا عنه الله يكرمكم، لانك هتقرؤوه مش هتفهموه. وكان الله في عونكم. اهو ابن قاسم بيقول لك والموبايل اللي فوق ده، ده ديت المتن فوق، ده متن تاني، لكن جوه قال والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، وتركه في النسخة الأخرى لا محظور في تركهم. ماشي. بعد ذلك قال والأفعال والناسخ والمنسوخ، ودخل القوسين الصغيرين ده محلي، والإجماع والأخبار والقياس. لكن هنا والإجماع والأخبار والقياس هذا من شرح المحلي، والإجماع والأخبار والقياس هي سقطت في نسخة وموجودة في نسخة. والحظر والإباحة أي بيان ما هو الأصل منهما في الأشياء بعد البعثة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي القاعدة المستصحبة المستمرة في هذا الموضوع. هل القاعدة المستصحبة المستمرة هي الإباحة، ولا القاعدة المستصحبة المستمرة هي الحظر؟ ده بعد إيه؟ ده بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قبل البعثة فلا حكم، لأن ما فيش خطاب. ما هو الخطاب هو إيه؟ الحكم هو إيه؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الواضع. طب وقبل ما يأتي الخطاب ما فيش حكم. ليه؟ لأن الحكم يزول بزوال جنسه. يعني الحكم يزول بزوال جنسه؟ ما هو يا أخوانا الحكم عبارة عن إيه؟ عن خطاب. طب والخطاب ده إيه؟ ده جنس في التعريف. وإذا لم يكن هناك الجنس لم يكن هناك الحكم. زي الإنسان حيوان ناطق، ما فيش حيوان يبقى ما فيش إنسان، صح كده؟ يبقى ينتفي الحكم لانتفاء جنسه. يبقى قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا حكم، لا بوجوب ولا إباحة ولا بندب ولا بحظر ولا بأي شيء، ولا بتكليف ولا بغير. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. ولذلك ما كان قبل ذلك يسمى إيه؟ أهل الفترة. ولهم كلام يعرفه لكم ويطلعه يطلعكم عليه العلامة المتكلم فضيلة الدكتور جمال حفظه الله. وترتيب الأدلة، يتكلم كذلك على ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة معناه بيان رتبة كل دليل بالنسبة لغيره. يعني الدليل الكتاب يبدأ أولا، ثم بعد ذلك السنة، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم بعد ذلك القياس، وهكذا. يبقى المراد من قوله وترتيب الأدلة يعني بيان رتبة كل دليل من هذه الأدلة بالنسبة لغيره، وما يقدم عليه على، يعني وما هو الدليل الذي يقدم على غيره عند التعارض. ويتكلم كذلك عن صفة المفتي والمستفتي، وكذلك صفة المستفتي، وأحكام المجتهدين. عندي وأحكام المجتهدين في نسخة ابن قاسم ليست من كلام إمام الحرمين، بل هي من كلام الإمام المحلي. قال فأما أقسام الكلام. طب هنا يتكلم على أقسام الكلام، يعني القماشة التي يعني يتكون منها الكلام. إيش هو الكلام؟ قال الكلام هو ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا لذاته. ده تعريف الكلام، ما تضمن. طيب لحظة واحدة، ده كلام تاني خالص. دا
ده يدخلكم في حوارات سيبكم من ده. يبقى ما الكلام يبقى ايه؟ الفاظ تتضمن يعني تشتمل وتحتوي على. يبقى اسنادا، يبقى ما تضمن من الكلام اسنادا، يبقى هذا الكلام فيه اسناد. اسناد يعني ايه؟ يعني اضافة شيء لشيء. يعني مثلا عندما اقول زيد قائم، ده ايه؟ ده كلام. كلام ليه؟ لانه تضمن اسنادا مفيدا مقصودا لذاته. اسناد يعني ايه؟ يعني اضفنا القيامة الى زيد، هو ده معنى الاسناد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسندنا الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي كرم الله وجهه، ها يعني وصفناه واسندنا تكريم الوجه اليه. علي مكرم الوجه، يبقى ده كلم ولا مش كلم؟ ليه؟ لانه اشتمل على كلام، وهذا الكلام اسندنا بعضه الى بعض. عندي مسند وعندي مسند اليه. عندي المسند اليه اللي هو المبتدا، والمسند ده الخبر. طيب اسنادا، طيب عرفنا بقى ايه هو الاسناد. مفيدا يعني يحسن الوقوف عليه. عندما تقول زيد قائم حسن الوقوف على هذه الجملة، بمعنى أن السامع، لأنهم اختلفوا قال يحسن السكوت مين؟ سكوت المتكلم ولا سكوت السامع ولا هما معا؟ ثلاثة آراء موجودين في الأجرمية، شروح الأجرمية. يبقى المفيد هو ما يحسن السكوت عليه، كلام يحسن السكوت عليه. سكوت مين يا مولانا؟ المتكلم ولا سكوت السامع؟ هو السامع بيسكت يعني لا يطلب بعد ذلك مزيدا لبنية الكلام، ولا سكوت السامع وسكوت المتكلم؟ ثلاثة آراء. يبقى ما يحسن سكوت السكوت عليه، بمعنى أننا قد أتينا بالبنية الأصلية للجملة، وما زاد على ذلك من الفضول لا تحتاج الجملة في إقامتها إليه. مفيدا أي فائدة يحسن السكوت عليها مقصودا لذاته، وأن يكون هذا وأن تكون هذه الإفادة مقصودة لذاتها، فيخرج بذلك كلام النائم. واحد نايم وجنب مراته، فهو نايم قال لها انت طالق، ده كلام؟ لا مش كلام. ليه؟ لانه غير مقصود لذاته. امال بيقول لها كده ليه؟ لعله مخنوق منها ولا حاجة وبينفس في المنام. بس ده مولانا كلم، كلامنا لفظ، ده لفظ يا مولانا مفيد. مش قال كده ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم؟ كلامنا لفظ مفيد يعني يحسن السكوت عليه، ولكن مشكلة انه هو وان كان مفيدا الا انه ليس مقصودا لذاته. او جبنا بغبغان وعلمناه ينطق ويتكلم، يبقى ده كلام يا مولانا؟ لا مش كلام. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا لذاته، خرج كلام الحيوانات التي تحاكي كلام الإنسان، وخرج كلام النائم، وخرج كلام السكران، وخرج كلام الغافل، وخرج كذلك كلام الصبي. هو ليه قصد؟ ما هوش قصد، الصبي غير المميز، وهكذا. يبقى هو ما تضمن، يعني هو لفظ تضمن أي اشتمل على
إسناد مفيد مقصود لذاته. فهمنا إيه هو بقى الكلام؟ طيب صلى على سيدنا رسول الله. فأقل ما يتركب منه الكلام، ولكن لو قلنا إن جاء زيد، لا شفت محتاجين إيه بعد كده؟ لا يحسن السكوت عليه. ليه؟ لأن أنت محتاج. إن جاء زيد إيه؟ هنعمل إيه يعني؟ هنروح ونقفل الكتاب ونروح نعزي ولا هنعمل إيه؟ إن جاء زيد جاء عمر، فهذا لا يحسن السكوت عليه. لماذا؟ لأن المتكلم يعني يحتاج بعد ذلك إلى أن يتمم الجملة لتوقف الكلام بعضه على بعض، ولأن السامع كذلك منتظر لبقية الفائدة. ماله يعني إن جاء بإيه؟ ما هو ده إن ديرت ربط جملة بجملة. أنت ذكرت الجملة، فين الجملة الأخرى المرتبطة بالأولى حتى تفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ فإن قلت إن جاء زيد جاء عمر سكتنا، وجاء حسن وخالد، لا دي جمل بقى أخرى لو لم تأتي بها لما احتاج الذهن إلى غيرها. طيب فأقل ما يعني أقل شيء يتركب أي يتألف ويتكون منه أي من هذا الشيء الكلام اسمان، اسمين، وهذا الذي يتركب منه الكلام الذي يعني يعود إلى اسمين له أربع صور. إحداها يعني إحدى هذه الصور أن يكون مبتدأً وخبراً. طيب مبتدأ وخبر، مثل زيد قائم، ده في الصورة اسمين. زيد ده إيه يا مشايخ؟ مبتدأ، وقائم خبر. وقد رأينا أن الجملة قد تكونت من مبتدأ وخبر، إلا إن هنا في مشكلة. قالوا إزاي مبتدأ وخبر وكونت الجملة من كلمتين؟ ما هو قائم ده اسم فاعل، واسم الفاعل ده من العوامل ويعمل عمل الفعل. فقد اشتمل قائم على ضمير يعود على المبتدأ، فكأنه قال زيد قائم هو، يبقى حينئذ الجملة قد تكونت من ثلاثة. واعترض بهذا على الشيخ، لكن الشيخ أراد أن يذكر الصور الظاهرة، وهذه الجملة قد تكونت من لفظين ظاهرين ولا علاقة لنا بالمضمر، وهذا ما أجيب به. الثانية أن يكون مبتدأ يعني أن يكون ما يتركب منه الكلام اسمان، أحدهما مبتدأ والثاني فاعلا سد مسد الخبر. أن يكون مبتدأ كاء قائم الزيدان، الزيدان دول إيه؟ مبتدأ، لا قائم لا مبتدأ، والزيدان ده إيه؟ فاعل سد مسد الخبر. أقائم ده مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وقد اعتمد على أداة استفهام، لأن الفاعل الذي يسد مسد الخبر لابد أن تكون الجملة مصدرة بأداة استفهام. معروف الكلام ده موجود عندكم في النحو. يبقى أقائم لكلمة والزيدان كلمة أخرى. فقد رأينا أن الكلام تكون من مبتدأ وفاعل قائم مقام الخبر. يعني بقى يقوم مقامه، يعني لا نحتاج بعد ذلك إلى ذكر الخبر، بل الزيدان كأنه عندما حصلت به الفائدة صار كأنه هو الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. الثالثة
أن يكون مبتدأ، أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل، سادا مسد الخبر. هي زي الأولانية بس بدل ما هيبقى فاعل هيبقى نائب فاعل، وبدل ما هيبقى اسم فاعل هيبقى اسم مفعول، علشان يبقى اللي بعد اسم المفعول نائب فاعل. سد ما سد يا ساقي، سد ما سد الخبر. أمضروب الزيداني أو مضروب ده إيه؟ مبتدأ، والزيدان نائب، نائب فاعل قائم مقام الخبر. والهمزة همزة الإيه يا مشايخ؟ همزة استفهام. الرابعة أن يكون اسم الفعل وفاعله، يعني أن تتكون الجملة من اسمين، أحدهما اسم الفعل والثاني فاعله، والثاني فاعله. هيهات العقيق، هيهات بمعنى بعودة، اسم فعل بمعنى ايه؟ بمعنى بعودة، والعقيق ده وادي. هيهات العقيق يعني بعودة العقيق. او اسم وفعل، او تتكون الجملة بحسب الظاهر من اسم ومن فعل، إحداهما يعني وله صورتان، يعني إحدى هاتين الصورتين مالها بقى؟ قال أن يكون الاسم فاعلا، جاء الفتح، جاء نصر الله، نصر الله. طب ما خلاص اهي نص، جاء نصر الله، لا ده ثلاث عشان المضاف والمضاف اليه بقى اثنين. جاء الفتح، جاء الرجل، يبقى جاء ده ايه؟ فعل ماضي، والفتح ده ايه؟ فاعل. يبقى الجمله كونت منين؟ من اسم وهو الفتح، ومن فعل وهو جاء. ده كويسين، ده الجماعه دول العلماء في النحو يا عم الشيخ. الثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفعل، يعني بدل ما هيبقى الفعل مبني للفاعل هيبقى الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. نصر محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الفتح ومحمد، لا هو عايز يقول حاجة بقى معنوية من وراه، واخد بالك؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو خلي بالك، اصل الناس ديت يعني حتى وهي بتألف في العلم كان تألفها في العلم بيدل على تعلق وحب لسيدنا رسول الله. جاء الفتح ونصر محمد، لا لا ده حاجة مش دايما تقول لي جاء زيد، جاء زيد، ما تسيبنا بقى من زيد ابن سيدنا معاوية، واخد بالك؟ ده مصيبة زرقة زيد يعني. لك شو بقى؟ ها يزيد ولا زيد؟ يزيد معاويه. والله انا الحمد لله انا لا فاكر اسمه ولا وصفه. كان مشيخنا يقول لك العن يزيد ولا تزيد. يزيد وزيد الاثنين زي بعض، هي ناقصه الياء. طيب لكن لما اشوف جاء محمد، راح على محمد، جاءت فاطمه، يعني برضك بتبقى على صله بآل بيت رسول الله حتى في العلم. في العلم هو محورنا. أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل، يبقى نصر مبني لما لم يسمى فاعله. محمد، محمد ده ايه؟ هنقول عليه نائب فاعل، ناب عن الفاعل. والأصل ايه؟ نصر الله محمدا. وهيجي بقى في باب اسم الفاعل بقى عندكم في النحو أسباب وأغراض بناء الفعل لما لم يسمى فاعله.
الثانية يعني الصورة الثانية ما خلصناها بقى، أو فعل وحرف، ده بحسب الظاهر يعني أقل أيضا ما يتركب منه الكلام فعل وحرف. مثل ده ظاهرا لم يقم، طب ما هو يقم ده فيها فاعل ولكنه فاعل مستتر هو، لكنه لا يريد أن ينبه على التراكيب الخفية، إنما يريد أن ينبه على التراكيب الظاهرة. ظاهرا مكون من حرف وهو لم، ويقم وهو فعل مضارع. أصلها إيه بقى؟ يقوم، يقوم، لكنه هو لما سكن، سكن الميم، لماذا؟ علشان حرف الجزم. طب والواو ما هي الآخر ساكنة حرف علة وقبلها متحرك، فلما اجتمع ساكنان حذف أحدهما. طب هو حذف أنه؟ حذف الواو. طب ليه ما حذفش الميم؟ قال لأنه حذف الواو لوجود ما يدل على المحذوف وهو ضم القاف. يقوم، خلاص يبقى عرفنا ان المحذوف هو الواو. طب لو حذف الميم ما فيش ما يدل على حذفها. لم يقم وما قام كذلك، اهو ما وقام. وخلي بالك ان الواو ما هاش دعوه، ده الواو ديت من عطف جمله على جمله. لم يقم وما قام. أثبته بعضهم نظرا للظاهر، لأننا نظرنا إلى ظاهر التركيب فوجدنا في الظاهر وفي المكتوب والمسموع كونت الجملة من حرف ومن فعل. وبعضهم أنكره نظرا إلى أنه في الحقيقة ليس مكونا من حرف ومن فعل فقط، بل لدينا كذلك ضمير مستتر فيكون مكون من ثلاثة. أثبته بعضهم، يعني أثبته بعض العلماء، ولم يعد، يعد يعني يحسب، الضمير الذي هو فاعل الفعل الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره. قال ما أنا ما حسبتوش ليه؟ ألبهم الظاهر هو في الحقيقة رجع لجملة تانية، رجع لشخص، ولكنه لما لم يكن ظاهرا عندي لم أعتبره، أنا لا أعتبر إلا ما تراه عيني. طب بس أنا بكل ده سهل يعني. قال ولم يعد الضمير الذي هو فاعل الفعل اللي هو إما ألقل، لم يقم يعني هو، وما قام هو، عيد المين عيد إلى ما سبق، هو لم يجعل هو أصلا من الجملة في الظاهر. لماذا؟ قال لأنه مش موجود، مش ظاهر، أنا مش شايفه، مش منطوق، لا هو يعني منطوق باللسان ولا هو مكتوب، وما ليس مكتوبا وما ليس ملفوظا به يبقى هو غير موجود. والجمهور على إنكاره قالوا لا، المقدر كالمحقق والمقدر كالملفوظ. ده من كلامه كده، المقدر يعني هو مقدر، ده ضمير مستتر تقديره هو، وما دام قدرناه يبقى هو موجود وان لم يظهر. زي الكهرباء اللي قدامنا دي، ما هي موجوده ولا ليست ظاهره، لكننا نقطع ونجزم بوجودها. والجمهور على انكاره ولا يصف هذا له، وأن الجملة ليست مركبة من الفعل والحرف، وما دام الجمهور أنكروه يبقى الجملة ليست مركبة لا من حرف ولا من فعل، بل هي مركبة من ثلاثة، من حرف ومن فعل ومن ضمير عائد إلى السابق. وإنما هي من الفعل وفعله الضمير، فإن التقدير لم يقم هو وما قام هو ثلاثة، ما كلمة وقام كلمة وهو كلمة، يبقى مركبة من ثلاثة. والمقدر يعني الذي يقدر في العقل،
يقدر يعني يقدر ثبوته ووجوده في قوة الملفوظ، يعني هو مثله مثل الملفوظ، وإن لم يلفظ إلا أنه مراعى وإلا أنه ملاحظ ذهنا، في قوة الملفوظ المسموع وقوة المقدر بعد نعم ولا في الجواب. يبقى والمقدر في قوتي، طيب وقوتي، يبقى قوة ديت معطوفة على قوة ايه الاولى، والمقدر اللي هو عندي هو في قوة الملفوظ، يعني هو كأنني لفظت به. فإذا قلت لم يقم هو، لم يقم زيد، مثل ما لو قلت زيد لم يقم. ليه؟ لأنه هو ملاحظة، فكأنني ذكرتها. والمقدر في قوة الملفوظ، يعني الملفوظ يعني الذي يتلفظ به المتكلم، المسموع يعني الذي يسمعه من المخاطب. وقوة المقدر بعد نعم، وهو كذلك في قوة المقدر بعد نعم. هل أتيت؟ نعم. ما تقولش بقى والله أنا عندي جملة اتكونت من كلمة واحدة، طب ليه ما قلتوش بقى في نعم؟ صح؟ قال لا، لأنه نعم أتيت أنا، يبقى هذا المقدر صار في قوة الإيه؟ الملفوظ. ولذلك لا نستطيع أن نقول هناك كلام كون من كلمة واحدة. إذا سئلت فهل تشرب البيبسي؟ نعم، يعني أشرب البيبسي. يبقى المقدر بعد نعم في قوة الملفوظ المسموع. وعندما أقول لك هل تسافر إلى ماليزيا في الامتحانات؟ تقول لا. الذي يذكر بعدها في قوة الملفوظ المسموع، لأنك تقول لا أسافر إلى ماليزيا في فترة الامتحانات. طيب فهمنا كده؟ واضح جدا. قال وقوة المقدر، وهو كذلك في قوة المقدر بعد نعم ولا في الجواب، عندما تسأل عن شيء تجيب عنهما بهذا، أو اسم وحرف، وأيضا مكون من الجملة، يعني قد تكون ويركب الكلام من اسم وحرف. قال وذلك في النداء، يعني وكأنه عايز يخص هذا بالنداء فقط ولا يتعداه إلى غيره. قال وذلك في النداء نحو يا زيد، لأن يا زيد معناها إيه؟ معناها يعني أدعو زيدا، أدعو أنا وأنادي أنا شخصا مسمى بهذا الاسم، نحو يا زيد. قال ذكره الجرجاني. مين بقى هو الجرجاني؟ اقرا الترجمه. هو ابو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الشافعي، الامام المشهور في البلاغه والبيان. الله، ده ايه ده؟ صاحب اسرار البلاغه وصاحب دلائل الاعجاز. واضع اصول البلاغه من اهل جرجان بين طبرستان وخراسان. اخذ عن ابي الحسين ابن عبد الوارث الفارسي ابن اخت ابي علي الفارسي، ولم ياخذ عن غيره. يا سلام، واحد بس لازمه فصار امام الائمه، حاجه جميله. من مصنفاته الكثيره دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة، المقتصد في شرح الإيضاح والجمل، إعجاز القرآن وغيرهما، توفى سنة 471. انظر طبقات الشافعية شذرات. طيب دي المراجع.
ذكره الجرجاني وغيره، وقال أكثر النحويين إنما كان يا زيد كلاما، حط بقى يا زيد دي ما بين قوسين، لماذا كان كلام يا زيد ده كده حرف وكلمة، لماذا كان كلاما؟ قال لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا، أدعو أنا زيدا مكونة من ثلاث، أنادي أنا زيدا مكونة من ثلاث، فعلم مما ذكرناه لكم أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو فعل واسم. واضح كل المقدمة دي واضح. وصور تركيب الكلام ستة، صور تركيب الكلام ستة، لأنه إما أن يتركب من اسمين أدي واحد، أو من فعل واسم أدي اثنين، يبقى تكتب على الأول إما أن يتركب من اسمين واحد وتعمل فوقها دايرة، أو من فعل واسم اثنين وتعمل فوقها دايرة، أو من جملتين ثلاثة وتعمل فوقها دايرة، أو من فعل واسم أربعة وتعمل فوقها دايرة، من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء خمسة وتعمل فوقها دايرة، أو من فعل وأربعة أسماء يبقى ستة وتعمل فوقيها دايرة، هذه ستة هو. أما ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم فقد تقدم تأليف بقى الكلام، تقدم الكلام على هذا اللي هو أقل ما يتكون منه الايه الكلام، هو ذكر الأقل ثم بعد ذلك ذكر الصور التي يتكون منها الكلام. وأما ائتلافه من جملتين، ائتلافه يعني تركيبه من جملتين، ففيه صورتان، إحداهما أي إحدى هاتين الصورتين جملة الشرط والجزاء. ما هو الشرط بيقولوا عليه شرط وجزاء، ليه بقى جزاء؟ لأنه يعتبر نتيجة للأول، وأنه يعتبر جزاء للأول. إن استقمت أفلحت، إن أول ما تسمع كلمة إن الشرطية اعلم أنها تأتي لربط جملة بجملة ولتعليق إحداهما على الأخرى، ولتعليق الفلاح على الاستقامة. فبمعنى أن الاستقامة إذا وجدت وجد الفلاح، وإذا انعدمت الاستقامة انعدم الفلاح. يبقى إن استقمت هذه جملة، أفلحت هذه جملة ثانية. ما هو الرابط بينهما؟ حرف الشرط. إن استقمت، شو بقى الجملة التربوية دي، إن استقمت أفلحت، وكأنه يريد أن ينصحك وأن يعظك بالاستقامة. يعني إيه بقى الاستقامة؟ يعني حضرتك تحضر الدروس، أفلحت يعني إيه؟ يعني صرت عالما. طب وإن لم تستقم؟ يعني لم تداوم على الدرس وأوجدت الحجج والمعاذير، ويعني لم تفلح، هترجع بلاك ومش هتبقى عالي، ما لا تبقى ايه معك شهادة وخلاص، ومش هتبقى عارف اي حاجة في اي حاجة، وهتبقى من جملة الهلكة اهو بالكوم يعني بيتوزنوا دلوقتي وبيتعدوا كالليمون. لكن ان استقمت افلحت. والثانية يعني والجملة الثانية جملة القسم وجوابه، القسم والجواب، جملة القسم وجواب القسم. أقسم بالله، أدي الجملة دي أهي جملة القسم، أهي لمحمد ده جملة الجواب. أقسم بالله يعني أحلف بالله لمحمد خير خلق الله. لا لا لا، شفت بقى، لا هو صرح بقى باللي في قلبه.
شفت بقى الحب يا مولانا والتربية، يتكلم أولا على الاستقامة ثم بعد ذلك يتكلم على الحب. أقسم بالله لمحمد خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أقسم بالله دي جملة اسمها جملة القسم، لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دي جملة الجواب. ما الذي ربط بينهما؟ القسم. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان من فعل اللي هو كان هو فعل، واسمين حاتم كريما، يعني كرب حاتم وجد قبل ذلك، لكن الاستمرار دي قضية تانية تعلم من خلال العرض. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء، فعل كعلمت، علمت أهو، علمت تو أدي اسم، زيدا أدي اسم تاني، فاضلا أدي اسم تالت، يبقى علم ده فعل أهو. وثلاثة أسماء اللي هو التاء أدي اسم، وزيدا التاني، وفاضلا التالت. ايه الجمال ده؟ ده الكتاب سهل اول في القراءة دي، معرفش. واما ائتلافه من فعل واربعة اسماء، فعل واربعة اسماء، انتبه شو بقى جت منين. اعلمت اعلم، اعلى اعلى اعلم، ادي فعله تو اسم، زيدا اثنين، عمرا ثلاثة، فاضلا أربعة. مش هتلاقي حد يذكرك يذكر لك بالطريقة دي. ومقصود المصنف، طب هو عايز المصنف ماذا يريد؟ ما الذي يرمي إليه؟ ما الذي يهدف إليه؟ قال الذي يهدف إليه بيان أقسام الجمل، هي الجمل أقسامها إيه؟ ومعرفة المفرد من المركب، شو المفرد وشو المركب وأقسام الجمل إيه وهكذا. وكما قلنا لكم كل ذلك ليس له علاقة بأصول الفقه. ما لي علاقة بإيه؟ ما لي علاقة بالنحو، لكنه ذكره يعني إيه من قبيل النكت ومن قبيل ذكر الفائدة. ده كأنه يا فندم بيكون لك يعني صناعة وحصيلة لغوية. قال واختلفوا في إطلاق الكلام على كل من اللساني المحدود بما مر، اللسان المحدود بما مر اللي هو إيه؟ اللي هو ما تضمن من الكلام إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، هو ده الكلام. على كل من اللساني اللي هو محله، اللسان محله، اللسان مصدره، المحدود يعني المعرف قبل ذلك بما ذكرناه لكم، وهو ما تضمن من الكلام إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. والنفساني، الكلام لما نقول يحمل على اللفظ اللي هو ما تضمن من الكلام إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، أم يحمل على المعاني التي تجري في النفس؟ قال وهو المعنى، النفساني هو المعنى القائم بالنفس المعبر، يعني الذي يعنون له، الذي يدل له، معبر يعني يدل له، اللفظ دل عليه، الذي يدل له بما صدقت يعني بأفراد الكلام اللساني. فالكلام اللساني دليل على الكلام القلبي، علامة على الكلام القلبي. ولذلك الشعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى أفراد الجمل التي نتكلم بها دي اسمها ايه؟ اسمها ما صدقات،
الكلام اللسان، يعني أفراد الكلام اللسان. أفراد الكلام اللساني دليل على الكلام القلبي، علامة على الكلام القلبي. طيب هل يا ترى لما نقول الكلام هو حقيقة في القلب ولا حقيقة في اللسان ولا مشترك بينهما؟ قال: واختلفوا في إطلاق الكلام على ثلاثة أقوال. أحدها أنه مشترك بينهما، عندما نقول لقد تكلم فلان بكلام، هل يعني هذا أنه تكلم بكلام لفظي أم أنه تكلم بكلام نفسي؟ الإمام أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه يقول: الكلام يطلق على الكلام اللساني، ويطلق كذلك على الكلام القلبي اللي هو النفسي. ونقله الهندي صفي الدين الهندي، اقرأ كده ترجمته: هو محمد بن عبد الرحمن أبا عبد الرحيم ابن محمد أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهندي الألموي الفقيه الشافعي الأصولي، ولد بالهند سنة 44 و600 هجرية، وقدم اليمن والحجاز ومصر وسوريا واستقر بها للتدريس والفتوى. من شيوخه جده لأمه وابن 70 وسراج الألموي. من شيوخ الأمه جده لأمه وابن 70 والسراج الأرموي، من تلاميذه. ومن تلاميذه الحافظ الذهبي. طيب ده رائع. توفي سنة 15 و700 هجرية. 715 بالمصري وخلاص. 15 و700. طيب صح كده، ماشي، بارك الله فيك وأكلك لحم ديك. يلا. من مصنفاته نهاية الوصول إلى في طبع في 10 مجلدات، وهو كتاب رائع جدا جدا في أصول الفقه، ولكنه صعب العبارة، كثير المناقشات، طويل النفس، وهو من ضمن الكتب الجدلية تهتم بالدليل ومناقشة المذاهب، وحاجة يعني ربنا بقى يكرمكم إن شاء الله بقرايته. طيب قال: ونقله الهندي اللي هو صفي الدين الهندي عن الأكثرين، وله كتابين في الأصول، له نهاية الوصول وله الفائق. الفائق ده في مجلدين، ونهاية الوصول للصفي الهندي في 10 مجلدات. الفائق اختصر فيه نهاية الوصول، لكنه الكتاب ممتع، ممتع للغاية. يتكلم، يذكر المذاهب، ثم بعد ذلك يذكر دليل كل مذهب، ثم يناقش، ثم يختار. وهو متأثر جدا بالآمدي شيخه. لا ده الآمدي. طيب بيقول لك: قدم اليمن والحجاز ومصر وسوريا واستقر فيها للتدريس والفتوى. التدريس والفتوى الاتنين مع بعض. طيب انا برضك مستقر اهو في الرواق الجوي للتدريس والفتوى. وحكاه في المحصول عن المحققين. مين بقى صاحب المحصول؟ الامام الرازي. ده اول ما يقول لك وقال الامام، يبقى هو على طول تعرف ان هو الامام الرازي، ما عدا كتب ابن الحاجب والامدي لما يقول لك الامام يعني هو امام الحرمين الجوين. فيما عداهما اول ما يقول لك الامام يبقى مين؟ يبقى الرازي صاحب المحصول وصاحب التفسير وصاحب بقى الكتب الكلاميه. وده كان امام، كان مدرسه، كان مدرسة عظيمة، وصاحب المنتخب. عن المحققين، المحققين جمع محقق، والمحقق هو الشخص الذي يذكر القول بدليله، أو هو الذي يذكر المسألة على الوجه الحق والصواب. يعني المحقق ده إيه؟ موفق، إما في الدليل وإما في ضبط المسائل وتحقيقها. وقال المصنف، من المصنف؟
إمام الحرمين اللي هو صاحب المتن، وابن القشيري. قل لهم يا مولانا مين ابن القشير؟ هو عبد الرحيم ابن عبد الكريم ابن هوازن أبو نصر، أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري، وهو أكثرهم علما وأشهرهم اسما، وكان إماما بارعا وعالما بحرا، ربه أبوه وعلمه ثم لزم إمام الحرمين. بص خلي بالك، بص عندي دي كده، ثم لزم إمام الحرمين. تريد أن تكون عالما جهبذا لابد أن تلازم الدرس. سيدنا أبو حنيفة يقول لك إيه؟ ثبت عند حماد فنبت، ما تنططش كالجرادة، يقف هنا مرة ثم هنا مرة ثم هنا مرة، طب ما أنت مش هتستفيد، المشارب متعددة. ثم لزم إمام الحرمين كما لزم أبا إسحاق الشيرازية ببغداد. الله، شفت 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 شف. ولازم مين تاني؟ أبا إسحاق الشيرازي صاحب اللمع، صاحب التنبيه، صاحب شرح اللمع، صاحب المعونة في الجدل، صاحب العقيدة، له كتاب كده في العقيدة كله من أوله لآخره كده أشعاري. ليه؟ لأن هم أهل السنة والجماعة، لأن هي عقيدة أهل، عقيدة أهل الحق. يلا يا مولانا. وسبحان الله اللي محققها وتيماجي. ايه ده اللي احنا فيه ده؟ بلاء. ويريد ان يجعل ابن تيميه مصفاتا للعلوم ونصفات العلماء وميزان الاولياء. اللي يعرفوا ابن تيميه ويوزنه يبقى هو ده العالم، هو ده الامام. لا ده انت مجنون. يلا. كما لزم ابا اسحاق الشيرازي في بغداد واستوفى علم الأصول والتفسير. الله، شوف شوف الجملة جامدة قوي يا مولانا. واستوفى يعني اكتملت ملكته في هذا العلم. استوفى واستوفى علم الأصول والتفسير. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وروى خمس علوم استوفاها الرجل. طب سببها ايه؟ الإخلاص وحسن المقصد ولزوم العلماء. مش احضر درس هنا وطنش، احضر التاني واسيبه والتالت، واروح افضل الامتحانات عليه، وايه الهمم الضعيفه ديت؟ بلاش الهمم الضعيفه دي. من يعني طلب العلا سهر الليالي. كيف تطلب يعني علوا وانت ما زلت في دنو؟ كيف ترتقي الى فوق وانت يعني ما زلت متمسكا بتحت؟ اللي عايز يرتقي بيسهر بيتعب بيجتهد بيقل منامه بيقل طعامه، لكن احنا لا، عايزين نقعد والعلم يسقى ويصب لنا سقيا. طيب براحتكم. طب يلا كمل. التراجم دي مهمة ولا بد ان يكون لكم ورد في التراجم. لماذا؟ لان التراجم ديت بتحث النفس على طلب العلم وعلى المزيد وعلى السهر وعلى القراءة وعلى الاطلاع. دائما عندما تشعر بملل وأنت تطلب العلم اقرأ في تراجم العلماء، اجعل تراجم العلماء مثل المسليات، مثل اللب والسوداني. هو طبعا اللب والسوداني بعد تعويم الجنيه غلي، فخلي بدل اللب والسوداني قراءة تراجم العلماء. هقول لك برنامج لطيف، كل يوم اقرأ ترجمة العالم، وبعد 30 يوم هيتصفى لك 30 عالم في السنة، 300 عالم. اعمل يعني مقياس لشعورك بعد قراءة العلماء الجهابذة اللي زي دول، وشوف تعبوا ازاي من أجل طلب العلم، وكيف بعد هذا التعب نالوا سعادة الدنيا والآخرة. اقرأ يا مولانا. وروى الأحاديث وكان مناظرا أديبا متكلما، صنف التيسير في التفسير، وله شعر له شعر لطيف. قال والشيخ أبو إسحاق، اقرأ لنا بقى في ترجمة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. بس وانت بتقرأ كده تمهل، لأن ده
يعني ممن فاق في العلوم. هو أبو إسحاق إبراهيم ابن علي بن يوسف الفيروز أبادي نبغ في علوم الشريعة الإسلامية. بس خلاص نبغ، نبغ في علوم الشريعة الإسلامية. ده كان ممتع، انتوا لما تقرؤوا له اللمع هتشعر اللمع دي من افضل ما ألف في اصول الفقه لفظا وعبارة. درس اللمع درس مهم جدا، لان اللمع كتاب استوفى مسائل، معظم مسائل اصول الفقه. الكتاب هنا ما استوفاهاش، اللمع استوفاه. حافظوا على الحضور وبطلوا الكسل اللي انتوا فيه، انتوا عايزين كل الدروس تبقى في الحي السابع. خلي بالك النقلة دي لها ثواب، وجهاد على جهاد في طلب العلم، فواظبوا. يلا بناخد الناس من الرواق، يلا اقرأ. نبغ في علوم الشريعة الإسلامية، وولد بفيروز أباد ونشأ بها، ثم دخل البصرة ثم بغداد. من شيوخه أبو عبد الله البيضاوي وأبو حاتم القزويني والقاضي أبو الطيب. من تلاميذه أبو عبد الله محمد الحميدي وأبو القاسم السمرقندي. من مصنفاته الكثيرة المهذب في الفقه. عارف المهذب شرحه الإمام النووي في كتابه المجموع، شرح المهذب، وشرحه آخرون، إلا أن شرح الإمام النووي يعتبر يعني كأنه ألغى كل الشروح سواه. المهذب في الفقه والتبصرة واللمع. التبصرة دي في أصول الفقه، وطبع في مجلد تحقيق محمد حسن هيتو. واللمع وشرح اللمع في أصول الفقه، والنكت في الخلاف، والمعونة في الجدل والتنبيه. التنبيه ده في الفقه، كتاب عظيم منيف. إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من اللمع، ننتهي من متن أبي شجاع ثم متن الزبد، نشرع بعد ذلك هنا في التنبيه. هذه الثلاثية سنسير عليها. يلا، مش أنت عايز المتون الصغيرة؟ كل المتون الصغيرة وبعدين ممكن نطول وهكذا. يلا. توفي ببغداد سنة 76 و400 هجرية، وصلى عليه المبتدي العباسي. قال إنه الطريقة المرضية عندنا، الطريقة المرضية عند أصحابنا أن الكلام مشترك بين النفسي وبين اللساني. لماذا؟ قالوا لأن الكلام مستعمل فيهما لغة، استعمل الكلام في اللسان استعمالا لغويا مضطردا، واستعمل كذلك الكلام في الكلام النفسي، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. صح كده؟ فتكلم في نفسه كلاما، وإذا استعمل كان مستعملا في هذا لغة، وكان مستعملا في هذا لغة، الأصل في الاستعمال الحقيقة. طيب صفحة اللي وراه. ثانيهما، يعني ثاني القولين، أنه حقيقة في النفساني، يعني أن الكلام موضوع وضعا حقيقيا للكلام النفسي، ويستعمل الكلام في اللسان على سبيل المجاز. طيب ما نوع هذا المجاز؟ قال من باب إطلاق اسم المدلول على الدال. ما هو اللسان ده ايه؟ كلام اللسان ده دال، وكلام القلب ده ايه؟ ده مدلول. مش قال إن الكلام لفي اللسان وإنما، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال دوت الكلام ده اللي هو الكلام اللساني ده دال، والكلام القلب ده ايه؟ ده مدلول. فأطلق اسم المدلول على الدال.
أو من باب إطلاق اسم المدلول اللي هو إيه؟ اللي هو اللي موضوع للكلام النفسي، على الدال اللي هو إيه؟ اللي هو اللفظي، وهو ثاني قولي الأشعري. قال هنا قال في حش هنا بيقول: ذكر الغزالي في المستصفى أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى مجازا في العبارة، وقوما عكسوا، وقوما قالوا بالاشتراك، فهي ثلاثة أقوال ونقلت عن الأشعري. والقول الثاني نسبه الشارح للأشعري، ما زادش حاجة. قال: وثالثها، يعني ثالث الأقوال، ما هو اللي قال بأنه حقيقة في اللسان مجاز، في حقيقة في النفسان مجاز في اللساني؟ قال بأنه استعمل استعمالا شائعا فيه، يعني النفساني، وجعله في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز أولى من جعله مشتركا، لأن المشترك خلاف الأصل. قول المعتزلة إنه حقيقة في اللسان دون النفساني، وأرى أن ذلك يعني ما هو إلا أنه سبب كلامهم فيه نفي الكلام النفساني لله سبحانه وتعالى. قال: دون النفساني أثبته، الذي أثبتته الأشاعرة ونفاه المعتزلة. قول المعتزلة إنه، يعني إن الكلام حقيقة، يعني موضوع وضع حقيقيا في الكلام اللساني دون النفساني، دون المعاني، يعني هل مسمى الكلام اللفظ ولا مسمى الكلام المعنى اللي في القلب؟ قيل هو مسمى الكلام هو اللساني، اللفظ الذي يجري على اللسان، وقيل مسمى الكلام هو المعنى الذي في قلب الإنسان. قال هنا: قال الطوفي، الطوفي ده من كبار الحنابلة، وله شرح مختصر الروضة، ثلاث مجلدات كبار: إنما كان حقيقة في العبارة مجازا في مدلولها. وكأنه هو اختار ما اختارته يعني الايه المعتزلة. أن المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو العبارات. قال لأنك لما أهل اللغة بيتكلموا بالكلام يتبادر إلى ذهنك ويصرع إلى ذهنك إن الكلام هو العبارات وليس الكلام هو المعاني القائمة بالقلب، والتبادر إلى الذهن أمارة الحقيقة. طب ما هو من اللي بيقول إن هو حقيقة في النفسان مجاز في اللسان؟ ما هو قد يدعي هذا. أن الكلام مشتق، أن الكلام مشتق من الكلم، ده كلام بقى. طيب الكلام ده مشتق منين؟ من الكلم، ده اشتقاق اللي هو المزيد من المجرد. اشتقاق معناه ايه؟ أخذ المزيد من المجرد لتأثيره في نفس السامع، لأنه هو الكلام ماله؟ قال ده الكلام مؤثر. مؤثر في مين؟ مؤثر في قلب السامع وفي نفس السامع. والمؤثر في نفس السامع إنما هو العبارات. قال ده الكلام مأخوذ، مشتق يعني مأخوذ. مأخوذ منين؟ مأخوذ من الكلم. ومدام الكلمة دي مأخوذة من الكلمة دي، يبقى لابد أن يوجد معناها فيها. فالكلام مأخوذ من الكلم، والكلم معناه التأثير، يبقى لابد كذلك أن يكون الكلام فيه معنى التأثير. جميل. والذي يشتمل على التأثير هو الكلام اللفظي دون الكلام القلبي. هو أنا بسمع الكلام القلبي؟
لكن بسمع الكلام اللساني. يبقى الكلام اللساني هو المؤثر ولذلك هو الحقيقي، إنما هو العبارات للمعاني النفسية بالفعل. نعم هي مؤثرة للفائدة بالقوة. قال هي مؤثرة، بس مؤثرة إيه؟ مؤثرة بالقوة يعني إيه مؤثرة بالقوة؟ المؤثرة بالقوة معناه أنه إذا اطلعنا عليها تأثرنا بها، أننا حينما نطلع عليها نتأثر بها، لكن مش هي مؤثرة بالفعل. أنا مش سامعها، مش وصلالي. هو أنا أعرف أنت نفسك فيها إيه؟ هو نعرف جواك في إيه؟ لكن بتقديري للاطلاع عليها تصير مؤثرة. يبقى مؤثرة بالقوة معناها إيه؟ معناها أننا بتقديري للاطلاع عليها تكون مؤثرة. والعبارة مؤثرة بالفعل. الجملة أنت ما بتسمع كده خطيب يعني يأتي بكلام رنان وبأساليب منمقة وبجمل مرصوصة متتابعة متوالية، ما الذي يحدث لك؟ يحدث لك أنك تتأثر بهذا الكلام، أنك تميل إليه، هذا تأثير بالفعل. وأما الكلام القلبي فهو تأثير بالقوة، لأنني بتقدير الاطلاع عليه قد يكون مؤثرا. طيب وإيه بقى اللي من وراء دوت؟ قال وما كان بالفعل معتبر ومقدم على ما كان بالقوة. قال فكانت أولى بأن تكون حقيقة، وما يكون مؤثرا بالقوة يكون مجازا. عندنا في حاشية رابعة أنا بسميها حاشية ضالة، اكتب تحتها كده حاشية ضالة لا يعبأ بها، وهي مقولة اللي عايز يكتب المجسمة من متأخري الحنابلة سين شين. هو بيقول لك ومذهب الإمام أحمد وجمهور أهل السنة والحديث أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة وبين مدلولها، بل الكلام هو الحروف المسموعة من الصوت. كل ده وهابية، إيه آخره؟ آخره إن هم يثبتوا لله كلاما بحروف وصوت، يا فسقة. كل ده قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اشطب عليها وتقول ايه؟ حاشية ضالة لا يعبأ بها، وهي مقولة المجسمة من متأخر الحنابلة، ينبغي الإعراض عنها. فعدمها أفضل من مش عدمها محتم عن ذكرها. ما كتبتش ليه؟ ده انت بتكتب كل حاجة. كلام كذب يا سيدي، كتب كلام كذب مختلق. ايه اللي قال لك ان الامام احمد بن حنبل قال الكلام ده من اجل ان هو يثبت كلام بحرف وصوت؟ يا كدابين، اهو المحقق الواد المحقق ده كذاب. طيب انت ليه شديد على الوهابية السلفية كده؟ لأنهم أهل ضلالة. يلا عندما عند هذا الحد نقف، والحمد لله، وكان درسا ماتعا.